ارتفعت صادرات مصر من مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء خلال الفترة من يناير إلى مايو من العام الحالي بنحو 2% بقيمة 3 مليارات و234 مليون دولار، مقارنة بنحو 3 مليارات و183 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022. وأظهر التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية أن نحو 10 دول استحوذت على 59.9% من إجمالي صادرات القطاع، تصدرتها إيطاليا بنحو 321 مليون دولار ثم كندا وإسبانيا.